مسجد السيدة نفيسة الأول كده ما تبدأ تطل من أول مدخل هنا كده تحس إنك أنت انتقلت إلى عالم تاني، عالم روحاني تاني. هو طبعاً مساجد آل البيت عموماً لها مكانة في قلوب المصريين، وخاصة مسجد السيدة نفيسة، لأنه طبعاً إحنا عارفين السيدة نفيسة أحبت المصريين وأحبها المصريون، والمصريين حبوها وأبت إلا أن تدفن. يعني لما عرض عليها أنها تدفن في البقيع أبت إلا أن تدفن هنا في أرض مصر المحروسة. فمقام السيدة نفيسة، خلوة السيدة نفيسة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بيحظى بقبول له مكانة خاصة عن المصريين. الخلوة مش هنا، لا، الخلوة في المقطة، في مقابر التونسي، في المقطة، مظبوط، قريبة في الجهة المقابلة لمسجد سيد ابن عطاء الله السكندري، اللي هو برضه احنا هنعمل له ان شاء الله زيارة ان شاء الله. ان شاء الله رحلة، يعني هنا كان بيت سيدة نفيسة والخلوة في المقطة، كانت في رحلة احنا ما نعرفهاش كده، رحلة يومية ولا الخلوة دي كانت بتحصل في مثلا في رمضان بس؟ رضي الله عنها كانت سيدة فاضلة، عالمة، فقيهة، عابدة، زاهدة. فيعني أنا أظن أن الخلوة كانت المكان الذي تأوي إليه حينما تريد أن تختلي بربها تبارك وتعالى، وربما تكون اختارت هذا المكان من أجل هذا الغرض وهذا الهدف، إنها يعني الحقيقة يعني تبقى مع الله عز وجل في هذا المكان. خطوات أهل البيت في مصر خطوات أنا دايماً بشايف إن هي محتاجة إننا نوثقها أكتر وأكتر، وتبقى موجودة عندنا يعني دليل لرحلتهم في مصر، وخاصة إن إحنا تقريباً بنتكلم في دايرة صغيرة يعني هنا أكيد من هنا للسيدة زينب. أكيد الكلام ده موجود وموثق، وعايز أقول إن مصر محفوظة يا رب بحفظ دايما الله عز وجل دايما، محفوظة بوجود آل البيت فيها، محفوظة بناسها الطيبين. الحمد لله يا رب، ربنا يخليك دايما وأشكرك وشكرا على الدعوة الكريمة ورمضان كريم. كل عام وسعادتك طيب، وأنا سعيد بهذا اللقاء، بشكرك وبشكر السادة المشاهدين.